طول عمرنا أول ما بنسمع كلمة كائنات فضائية بيجي في بالنا على طول أفلام خيال العلمي الأمريكية وحرب الفضاء وكتير من الأفلام اللي أبهرت العالم في وقت صدورها. ولكن المرة دي إحنا هنتكلم عن أول اعتراف رسمي دولي بوجود الكائنات الفضائية، وده طبعا الخبر اللي تصدر الترند عالميا الأسبوع اللي فات بعد ما أعلن الكونغرس المكسيكي في مؤتمر صحفي عالمي عن 2 من المومياوات واللي تاريخهم بيرجع لأكتر من 1000 سنة فاتوا، وقالوا إن المومياوات دول تم اكتشافهم في مدينة نيو مكسيكو من فترة زمنية ولكن تم تهريبهم لبيرو وتم استردادهم مؤخرا من الحكومة المكسيكية. وطبعا أكدوا إن هم عملوا كتير من الأبحاث العلمية عليهم واللي كان نتيجتها إن هم اكتشفوا إن في 30% من التركيبة الوراثية والجينية ليها بتختلف عن البشر تماما، وإن ده أكبر دليل على إن هم 2 من الفضائيين. وطبعا بعد ما تم نشر الخبر في كتير من الصحف العالمية علقت وكالة ناسا الفضائية على لسان عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي دكتور ديفيد سبيرجل وقالوا إن هم لسه مش عارفين طبيعة العينات اللي تم تقديمها من المكسيك، ولكنه طالب المكسيك بضرورة مشاركة المجتمع العلمي العالمي في البحوث حول المومياوات دول. وبما أن الموضوع فعلا غريب وأقرب لأفلام الخيال العلمي فهنروح دلوقتي نسمع رسالة صوتية خاصة لبرنامج ترانز من الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء التابع للأمم المتحدة واللي قايل فيه وجهة نظره عن القصة دي. كثرت في الأيام الأخيرة والأسابيع الماضية الحديث عن وجود كائنات فضائية. الكلام ده كان متكتم عليه تماما من قبل وكالة الفضاء ناسا ومن قبل البنتاغون الأمريكي، ولكن ضغوط الكونجرس على البنتاغون وعلى ناسا يعني طلع بالضبط كده تقرير بيقول ان فعلا في آثار لكائنات او بمعنى اصح لجزيئات حية لا تنتج إلا على الأرض، دي موجودة اكتشفها جيمس ويب وده تلسكوب فضائي على مسافة 1,500,000 كيلومتر من الأرض في نقطة اسمها نقطة لاجرانج. هذه النقطة بينعدم فيها تأثير الشمس والأرض على أي جسم آخر زي مثلا القمر الصناعي أو التلسكوب، فدي حاجة يعني جيمس ويب استطاع ان هو يتعرف على جزيء يسمى دايميسايل سلفايد. هذا الجزيء لا ينتج الا في الحياة على الارض، وبالتالي ربطوا هذا الكلام بوجود فعلا كائنات فضائية. طب الاطباق الطائرية ليه زادت الايام دي؟ لان في عالمين يابانيين ارسلوا اشارات راديوية من حوالي 40 سنة، فعشان تصل في الفضاء إلى هؤلاء الفضائيين أو إلى كواكب أخرى بتاخد فترة طويلة جدا، سنوات ضوئية، وهي السنة الضوئية عبارة عن السنة أو المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. وبالتالي بيقولوا إن برضو الكائنات الفضائية ابتدت الأيام دي تحلق أكثر وابتدت تبعت إشارات اللي هم يسموها انفجارات النجوم، نقول دي مش انفجارات نجوم ولكن دي اشارات من الكائنات الفضائية. احنا عارفين طبعا ان العالم كله مهتم بهذا الموضوع، واعتقد سبحانه وتعالى وربنا قال ويخلق ما لا تعلمون ورب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب، وانا بقول يعني او ايماني الكامل ان فعلا هذا الكون بمليارات المجرات ومليارات الكواكب اكيد عليه برضو يعني حياة أخرى في أماكن أخرى، وإن شاء الله في القريب العاجل هيبتدي تتكشف لنا العديد من الأمور.